مراحل. شو الاخبار؟ ان شاء الله تكون الفيديوهات اللي نشرناها قبل عجبتكم، ان شاء الله تكون الاكتيفيتي اللي عملناه يكون كثير نال اعجابكم بالنسبه للتلفريك، بالنسبه لطلعات البحر. بس بالنسبه لليوم حبينا نقعد على الشاطئ على اساس نحن اليوم نطلع اكتيفيتي، بس كمان الجو ما ساعدنا. بس اليوم نحن حنعمل اكتيفيتي. الجو هلا رائع مثل ما لكم شايفين، الشمس طالعه. طبعا نحن الساعه عندنا تقريبا 7 الليل 7 العصر يعني هيك. بس بالنسبه لليوم ما عاد نقدر نعمل شيء، وان شاء الله اليوم هو اخر يوم هون بلنكاوي. بكره رح نتوجه لكوالا لامبور. بس بالنسبه لليوم رح فرجيكم الشاطئ والاكتيفيتي موجود على الشاطئ، ورح فرجيكم الشارع اللي احنا ساكنين فيه. انا مسميه شارع العرب، هو اسمه شارع شنن لنكاوي، بس انا مسميه شارع العرب لان في عرب كثير وفي مطاعم عربيه. وانا ما رح اطول عليكم المقدمه اكثر من 50 ثانيه صارت، وبتمنى تكون مشاهده ممتعه. ولا تنسوا تعطونا رايكم بالتعليقات، واللي مو مشترك يشترك، والمشترك يفعل زر الجرس. شايفين قدامي ويلا معنا. هذا الشاطئ، طبعا الشاطئ كثير كبير كثير كثير كبير ما شاء الله، وجميل الصراحه. ولنكاوي بتختلف عن جزيره بينانج، في لي فيديوهات من جزيره بينانج وغروب الشمس على جزيره بينانج. المي هناك رماديه تمام، ميه هناك لان محيط وهون بحر، فهون المي زرقاء. فشواطئ لنكاوي بتمتاز بجمالها، جدا جدا حلوه ونظيفه. هي الاكتيفيتي الموجوده على الشاطئ هون، هي الجيت سكي، هي الباراشوت هذا كثير حلو. شايفين كيف الناس؟ طبعا الليل هون رح صور لكم اليوم بالليل ان شاء الله. بالليل هون طبعا بيطلعوا بيحطوا طاولات وشموع وعادات رومانسيه وشيء خرافي. وانا بعدين على سناب شات عندي امبارح مصور، كان للجروب اللي معي، كانوا معي اثنين ارسانه، عملنا لهم مفاجاه وعادات رومانسيه جدا جدا حلوه. ححاول احط لكم الصور الجلسه بالفيديو هون. كان معنا شهر عسل، فعملنا له مفاجأة عشاء رومانسي، فالجلسة كانت سوبر بيرفكت. خلوني أقرب على المي شوي فرجيكم. على فكرة الشمس هي كتير مأذية للعين. شايفين الشاطئ شو نظيف يا جماعة؟ طبعا هون يعني ان فينا نضل هون فينا نضل مثل ما حكيت، سوري الكاميرا وقفت ما بعرف ليش، فرجعت التصوير. ففينا نضل هون مثل ما قلت تقريبا واقفين على قشرينا لحد ما هدول الناس واقفين عم يسبحوا. هون واقفين على قشرينا يعني فايش الشط مثل ما حكيت. فيكم تاخذوا اكثر من اكتيفيتي مثل ما حكينا، في جيت سكي، في العاب مطاطيه بالونيه مثل هي شكل الموزه، بتقعدوا عليها 7 8 بيجركم قارب بعدين بيقلبكم جوا المي. في شيء مثل الكنبايه ضيقه شوي اذا بينت معكم، في شيء هذا كثير حلو وبنفس الوقت كثير خطير يعني. يعني شايفين جيت سكي كيف عم بجر، فلسه بفوت لجوا على البحر وبيأسرق، وبتصيروا بصير يلعب فيكم مثل يخليكم تدوروا حواليه وكذا وهيك، فجدا جدا جدا حلو. شوفوا هذا شو عم بيعمل هذا الصيني، خليني بس خلينا نجي نصور من وراه. شايفين شو هذا؟ عم بخلي الهواء يطلع البوالين. شايفين؟ السلام عليكم. طبعا اغلب الماليزيين او مش اغلب الماليزيين، الماليزيين هم مسلمين، فاي حدا بتقولوا السلام عليكم بتسلموا عليه فبرد عليكم بنفس الكلام يعني عليكم السلام وهيك. طبعا هذاك مطعم وبار،
اللي فوق الخيام البيضة مطعم، واللي على اليسار الأحمر يعني هو نفس المطعم بس عاملينه قسمين، يعني هذا بار مطل على البحر وهنيك قاعدة مطعم كمان مطل على البحر. كمان أنا صورت كنت قاعد فيه، كمان صورت على سناب شات، اللي حط لكم سنابي، ضيفوا سنابي اللي عنده سناب شات وبتشوفوا مقاطع الفيديو إن شاء الله. انا في اماكن عم حاول ما اصور لكم اياها لان الاوروبيين بشكل فظيع هم موجودين وراي وبشكل فظيع كمان مو لابسين فمشان ما نخدش الحياء واذا حبيت اصور لكم اياهم بعدين اكتبوا لنا كمان بالتعليقات. حبايبي هي من بعض الشغلات اللي بيعملوها بالليل، انا ما بعرف ايش هلا عم بيقصوا شجر والعاصفه وكذا وكذا، فما علينا مشان نصور لكم المنظر. شايفينه في جلسات على الشاطئ هاي الجلسات اللي كنت عليكم عليها. هاي في واحد بيطلبها اوردر قبل ما يجي على الشط وبيظبطوا له اياها على حسب عيد ميلاد عرس شهر عسل، وكثير حلوه الصراحه. طبعا حبايبي هي من بعض الشغلات اللي بيعملوها بالليل، انا ما بعرف ايش هلا عم بيقصوا شجر والعاصفه وكذا وكذا، فما علينا مشان نصور لكم المنظر. شايفينه في جلسات على الشاطئ. هاي الجلسات كنت عليكم عليها. هاي في واحد بيطلبها اوردر قبل ما يجي على الشط وبيظبطوا له اياها على حسب. هاي شارع العرب يا ناس، تسميتي الخاصه، ما حدا يقول انه هذا شارع العرب ويقولوا انت جبت لنا العيد وما ادري شو، تسميتي الخاصه. او في محلات بيبيعون دك والادر الشحاطي، شورتات، عطورات اصليه، اورجينال عطورات، عرفتوا؟ اغلب الطريق موتيلات موتيلات شغلات محلات بتبيع اقراط صينيه، تحف صينيه. هون بنص الشارع طبعا انا الاوتيل تبعي قدام، بس هون يعتبر النصف الشارع هذا طويل. هون في كي اف سي، في مول، في ماكدونالدز، في ستاربكس.
هون في حلاق عربي. في سعودية. صور لكم المقطع كاملا، بيطلع تقريبا لحاله حلقة هذا الشارع، فأنا حصور لكم أقسام أقسام إن شاء الله يعجبكم.